للحديث أكثر انضموا إلينا من الرياض وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية الموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي. مساء الخير مهندس صالح، أهلا بك معنا في عين الخامسة. يعني يوم الغد سينطلق بالتأكيد في الرياض فعاليات مؤتمر التعدين الدولي برعاية خادم الحرمين الشريفين. سؤالي هنا مهندس صالح، ما مدى أهمية هذا المؤتمر للنهوض بقطاع التعدين في ظل ما تحويه المملكة من كنوز مدفونة؟ تفضل. السلام عليكم أخي إسماعيل، شاكر لكم الاحتضاء وتسليط الضوء على هذا المؤتمر اللي نعتبره نقلة نوعية في مقاربة المملكة لقطاع التعدين. طبعاً مثل ما ذكرت تشتمل المملكة على ثروات ضخمة من المعادن والفلزات وعديد من العناصر اللي تدخل في الصناعات المستقبلية من صناعات الطاقة المتجددة وخلافها. يعني كما تمتلك المملكة أيضا أكبر احتياطيات معدنية الفوسفيت والتانتلوم وكميات أيضا كبيرة من مخزون البوكسايت ورواسب الفضة والزنك والنحاس والكاولين والحجر الجيري والذهب. ونطمح في المملكة بإذن الله تعالى أن تصبح لاعب رئيسي في القطاع العالمي لقطاع صناعة التعدين خلال العقد المقبل بمعية انتقال المملكة إلى الاقتصاد الدائري. من أجل ذلك يعني سعت المملكة لتنظيم هذا المؤتمر واستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع والتعريف أيضا بالفرص والتسهيلات التي تقدمها المملكة. على سبيل المثال اليوم في اليوم الأخير المؤتمر سيتم تسليط الضوء على المملكة العربية السعودية في جلسة تحت عنوان أرض الفرص قوة إقليمية، كذلك جلسات حوارية حول فرص الاستثمار العالمية والوصول إلى رأس المال، وراح تتبعها بإذن الله تعالى عدة جلسات حوارية رئيسية تدور حول هذا الموضوع. نعم، طيب مهندس صالح، يعني هذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه حول التعدين بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، هل سيحدث علامة ربما فارقة في القطاع؟ المؤتمر اللي احنا في صدده يحوي تجمع كبير من العارضين من مقدمي الخدمات ومصنعي المعدات والمولين والشركاء اللي يقدمون خبراتهم الفنية وعلاقاتهم الاستثمارية وأيضا المعدات مصنعي المعدات استكشاف تطوير المعادن والفلزات في منطقة الدرع العربي، وحيث يعتمد طبعا مستقبل التعدين وتحول القطاع بشكل كبير على مواكبة التطورات التكنولوجية واتجاهات القطاع. المؤتمر بإذن الله سيتبنى التنمية المستدامة لتساعد في تنمية الأعمال مع الأخذ بالعين الاعتبار تحقيق أقصى فائدة من تقنيات المسح واستكشاف المعادن، ومن المؤكد بإذن الله تعالى أن التعدين الذكي سيسهم في تعزيز وخلق فرص العمل وتطوير المهارات المهمة للتحول بالقطاع في المنطقة كلها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا واللي يركز عليها المؤتمر. نعم، الكل يعني سوف يتابع بالتأكيد هذا المؤتمر يوم الغد، لكن مهندس صالح من خلال هذا المؤتمر هل سنشاهد ربما استقطاب شركات مع كبرى شركات التعدين في العالم؟ صحيح، هو المؤتمر نعتبره منصة لترويج الاستثمار وجذب الاستثمارات والتعريف في الفرص الكامنة في المملكة، ولله الحمد ذكرت سابقا أنه المملكة تزخر في كثير من المعادن تتعدى 40 نوع معدن، نعتقد كلها بإذن الله أنها تكون بكميات تجارية قابلة للاستغلال، وأيضا ندفع بأن تكون هذه المعادن تحول وتصنع في المملكة بما يغذي سلاسل القيمة ويعزز صناعة التعدين. نعم، يعني هذا المؤتمر يأتي في هذا التوقيت بالذات مهندس صالح ويناقش تحديات القطاع ما بعد كورونا بالتأكيد، كيف كان أثر الجائحة على هذا القطاع مهندس، وهل نتوقع أنه سيكون ربما هناك حلول نوعية لمواجهة مثل هذه التحديات مستقبلا مهندس؟ طبعا مثل ما الكل عارف لا يزال العالم يواجه تحديات جائحة كورونا، تبعاتها على سلاسل الإمداد المحلية والعالمية واضحة، لكن في الوقت ذاته ندرك جميعا أنه الأثار المترتبة يجب لا تجعلنا نقف مكتوف الأيدي، شعوبنا وأجيال المستقبل تنتظر منا الشيء الكثير. وأشير هنا بكل فخر ولله الحمد لله استراتيجية المملكة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ونجاحها في تقليل تأثيرها على الاقتصاد، حتى أصبحت مثال يضرب في كل محفل يتكلم على هذا الموضوع.
وقت ذاته يجب علينا أن نفكر في المستقبل، نحرص على التطوير والإنجاز والاستفادة من التكنولوجيا وأتمتة الأعمال وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما فيها الروبوتات، بما يضمن استمرارية الأعمال ومواجهة التحديات الطارئة لا قدر الله. نعم، أبقى معي يا مهندس صالح، نشاهد وياكم مشاهدين الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي. أعود إلى ضيفي من الرياض وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي. أهلا بك من جديد مهندس صالح. مهندس صالح، بمشاركة 12 جهة حكومية سعودية و100 دولة وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، هذا العدد الكبير هل يعكس ربما أهمية هذا القطاع بقيادة المملكة وخاصة في المرحلة القادمة؟ رؤية المملكة 2030 اعتبرت قطاع التعدين هو الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وهذه ويعتبر هذا المؤتمر ترجمة لهذه الرؤية. من خلال تنظيم المؤتمر تقدم المملكة فرصة كبيرة في منطقة غنية بالمعادن غير مستكشفة، بدءا من جمهورية الكونغو الديمقراطية في الغرب إلى قرقستان في الشرق. توفر المملكة هذه الفرصة باعتبارها يعني مركزا مؤهلا للتخطيط والتعاون في مجال استغلال الثروات المعدنية وتطوير إمكانيات الاستثمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال شرق أفريقيا. الهدف طبعا هو ضمان سلاسل إمداد معدنية مرنة للعالم وتنمية صناعية مستدامة. ولعل أبرز نقاط الجذب اللي تؤهل المملكة لتولي زمام هذه المبادرة هنا أكبر قوة اقتصادية إقليمية بين الدول العربية والشرق أوسطية، وهي العضو الوحيد في مجموعة العشرين، ويجري فيها تنفيذ مشاريع حكومية عملاقة لدعم وتطوير صناعة التعدين وتمكينها من النواحي التنظيمية والإنشائية. طب أبو مهندس صالح، هل هناك فرص للأسواق الناشئة في هذا القطاع؟ بالتأكيد طبعا، في أحد مبادرات استراتيجية التعدين مبادرة تختص بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونعمل عليها اتباعا مع عدد من الجهات، من هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة منشآت، لتطوير سوق الاستثمار أو تطوير مجال الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تخص التعدين، وخاصة يمكن أذكر بشيء بالتحديد اللي هو مجال الاستكشاف عن المعادن. نعم، كان معنا من الرياض وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية المهندس صالح العقيلي. شكرا جزيلا لك مهندس صالح على هذا التوضيح وعلى هذا